thinking about you. 아무리 고개 흔들어도 난 네 생각만 하고 있을 뿐. 아무리 딴짓 해봐도 난 너의 목소리만 들릴 뿐. Oh, it's a man here with me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا تويوتا كرولا 2021. هركب شاشة 10 بوصة مع الفريم ده. دي فيشة الاريال ودي 3 فيش، فيشة المالتي، فيشة السماعات وفيشة الكهرباء، عشان يبقوا فيشة على فيشة او ايزو واصلة. تمام، ادي الفيش اهي، فكينا العربية. ادي العربية بعد ما اتفكت كلها، اتفكت اهي الطابلو كله يعتبر اتفك اهو، من جنب اليمين كله اتفك. وادي كاسيت الاصل اهو، وفكينا وحدة التكييف والهوايات بتاع التكييف. تخلي بالك طبعا عشان في كليبسات صغيرة الحمرة دي، عشان ما تطرش منك وانت بتفك. تخلي بالك كويس وانت بتفك، تفك بالفبر عشان ما فيش حاجة تتجرح. وادي الفاش اهي كلها 3 فاش وفيش الاريال، وكلهم متجمعين مع بعض ما عدا فيش الاريال. احنا كده بنركب سوكت الاريال اهو، السوكت في العربية، واخره جاك الاريال اهو. نركب فيش على فيشة. هتقابلنا حاجة بعد كده بس انا هقول لكم عليها. طبعا الشاشة مش هتركب في الفريم، فهنلغي الوصلة بتاعت الاريال ونطلعها من جوه الشاشة، هي وسط الجي بي اس. وهتشوفوا دلوقتي ازاي ركبناهم على انهم بدأوا الفريم في التركيب، وسط الجي بي اس لوسط الاريال. ادي الفيشة اهي، فيشة الكهرباء وفي منها صوت، وادي الفيشة التانية الخلفي صوت خلفي، والفيشة التالتة بتاعت المالطة اهي. تمام، وده جاك الاريال. واخر فيشة الفيشة بتاعت الفلاشة اهي، ده سكت الفلاشة اهو، فيشة على فيشة برضو. شايفين بقى مطلعين الاريال ازاي؟ من جوه الجهاز، والجي بي اس برضك من جوه الجهاز، والسوكت بتاع الجي بي اس اللي هو الفضي دوت هيتقص، عشان برضك بيعاكس الفريم بتاع الشاشة. عشان تركب معاك الشاشة تبقى مرتاحة لازم تعمل زي ما انا عامل كده اهو. وادي الشاشة اهي، شاشة 10 بوصة، شاشة ممتازة، رامات 2 جيجا ومساحة 32، شاشة طبعا شاشة صيني بس شغالة وعملية اهي. طبعا اخش على المالتي. اول حاجة لازم المفروض نخش على مالتي، نظبط الطارة، نتأكد ان الطارة شغالة مع الشاشة، متوافقة مع الشاشة، عشان خاطر ما نركبش على الفاضي. لازم تجرب كل حاجة قبل ما تركب حاجة اهي. التعليق بتعلم اهي كده، تتعلم تديك علامة صح، وتوطي برضك هتديك علامة صح، يبقى كده اتسيفت، وتديك اخضر في الشاشة اهي. بعد كده اهو فتح سماعة، وبعد كده اهو رجوع انك ترجع لورا بس. بعد كده المفروض المود كتم صوت اهو. بعد كده تقديم والترجيع، اللي يتعلم بيديك اخضر، ما ادكش احمر. احمر يعني كده مش قابل اهو. اهو بنجرب اهو المالتي على الوطة، ولو غلط معاك في حاجة ممكن تعيد تاني، تمسح وتعيد تاني، مفيش اي مشاكل اهو. كله تقديم وترجيع وتعلي وتوطي والمود، او اسمها سورس، ممكن تبقى سورس او مود، اللي هو يجيب لك فلاشة او راديو او سري او بلوتوث. ودي وسط الفلاشة اهي، ليها مكانها في الشاشة.
تركب اهو الكليبسات ركبناها هنا في الفريم زي ما انتم شايفين، خدناها من الفريم القديم وركبناها في الفريم الجديد. كليبسات جينا نركب، راح عكسني برضك السوكت بتاع الجي بي اس. طبعا احنا قصينا سوكت الجي بي اس وخدناه من جوه الجهاز. خلي بالكم من القصة دي. ودي الشاشة اهي بنقلب اهو، وتعالي وتوطي براحتك مفيش اي مشاكل. نروح بقى نركب الكاميرا ورا. دي الكاميرا بيسموها عين السمكة، دبل بيز قوية وصورتها في منتهى الروعة، تعتبر اقوى كاميرا في الدبل بيز اهي. دي كاميرا بيسموها عين السمكة اهي. تلف الدركسون يمين تلف الإشارة معك يمين، تلف الدركسون شمال الإشارة تلف معك شمال. هي مش فعالية بس يعني ايه بتدي إيحاء ليك إن أنت بتلف الدركسون كده، يعني حركات بمعنى صح. بس هي صورتها بصراحة ممتازة. بص ركبناها ازاي بقى في المسطرة الخلفية بتاعت الشنطة اهي، بنفك الأربع مسامير دول، وبعد كده في بنزين بنطلع بيهم عشان نعرف نعدي الكابلات اهو. طبعا انا بصور وبركب في نفس الوقت، فكتر خير الواحد يعني بصراحة. كده احنا خدنا كهربا ومشينا الكابل، شايفين ماشي زي الكابل في منتهى الجمال كده كأنه بتاعها اهو، مفيش اي مشاكل. وبعد كده بنقفل، بعد كده بنقفل الفبراية بتاعت الشنطة اهي، او القايم بتاع الشنطة الشداد لها فبراية كده بنركبها مكانها، لها بنزات بتركب البنز، وتقفل كل حاجة كأن الكاميرا مش واصلة اساسا ولا معمول لها خط ما تبانش معاك. بعد التقفيل اهو بصوا، بعد التقفيل ما تشوفش حاجة خالص، ده الشغل المظبوط. بعد كده بعد ما ركبنا الكاميرا هنبتدي نجرب الكاميرا كده اهي. بصوا وانا بقفل الشنطة هتلف معايا شمال اهي، وانت بترجع هتلف يمين او شمال معاك على حسب لفة الدليكسيون. هي فيها حساس بتلف يروح لافف معاك. هنبتدي بقى نقفل الطابلو كده بعد ما خلصنا وجربنا الكاميرا وجربنا الشاشة وشغلنا المالتي. لازم بعد كده هنقفل الطابلو تمام. ده بعد التقفيل قفلنا الطابلو كله. هنختار بقى علامة التويوتا، نخش على السيتنج وندور على علامة التويوتا، هي هتبقى اهي، ونسيف ندوس تحت خلاص كده اتسيفت. وشايفين شكل الشاشة بقى بعد ما ركبت في منتهى الجمال، شاشة 10 بوصة مش 9، رامات 2 ومساحة 32 اهو، شاشة في منتهى الجمال. قفلنا الطابلو ومفيش اي خرابيش ولا اي علامات ان احنا فكينا الطابلو، كل حاجة رجعت زي ما كانت. وتقلب اهو وتعلي وتوطي مفيش اي مشاكل خالص اهو، شايفين ادينا بنعلي اهو من المالتي. وتقلب كمان بدون اي مشاكل. وده شكل الفيديو اهو، بصوا بنقلب ازاي اهو، تقلب يجي اللي بعديه وتعلق وتوطي. لازم تتأكد كذا مرة عشان المالتي يتسيف صح لغاية ما تلاقيه شغال معاك تمام خلاص. اهم حاجة ان يشتغل معاك تمام مبقاش تقيل، لقيته تقيل امسح الاعدادات وغير تاني وظبط المالتي من تاني اهو. كده احنا بنقلب الفيديوهات، الفيديو اللي انت عايزه بقى تشغل براحتك بقى 1080، مفيش طبعا تحويل امتداد فيديو ولا بتاع الكلام ده. كان في الاول الاندرويد ممتاز بيشغل لك 1080 بكسل، يعني تاخد من على اليوتيوب الفيديو تشغله هنا يشتغل معك على طول.
زائد طبعا انك بتخش من هنا على اليوتيوب، دي قصة تاني. وادي الكاميرا بعد التركيب، كاميرا 180 درجة ممتازة. ودي شكل الايقونات بتاعت الفيديوهات، شايفين بقى السرعة؟ بص السرعة في بتعرفها من المد، تمد الفيديو وتلاقيه يشتغل على طول، يبقى كده الرامات والبروسيسور ممتازين. اهو اخش بقى على جوجل بلاي، كده احنا ندخل الجيميل. انا ما بسيبش اي حد بيجيني، ما بسيبوش غير لما اظبط له الكاسيت من كل حاجه. وياريت لما تيجي تعمل جيميل ما تدخلش جيميل يكون عندك، دخل الجيميل الجديد عشان خاطر لو راحت العربية الصينية او اي حاجه محدش يفتح الجيميل بتاعك. خلي الكاسيت ليه جيميل لوحده، نكتب مثلا اهو يوتيوب، لازم تخش تحدث اليوتيوب عشان يظهر لك باقي التحديثات. لازم اليوتيوب اهو، لازم تحدث اليوتيوب عشان تظهر لك باقي التحديثات. تخش جوه مش هتلاقي تحديثات، لازم تخش على جوجل بلاي وتكتب يوتيوب، هيظهر لك انه عايز يتحدث، تحدث يبتدي يظهر لك باقي التحديثات بتاعة الجهاز اهو. بنكتب حمادة دي جي، بعد ما حدثنا المهم ان انا اوريك ان هو بيشتغل مع اليوتيوب تمام اهو، مفيش اي مشاكل ولا في اي تقل ولا حاجة. غلطت تمسح وتكتب تاني، ادي القناة بتاعتها اهي، اهي دي الواجهة بتاعت القناة حمادة دي جي. تخش تسمع اللي انت عايزه في اي حاجة في اليوتيوب، وبيرجع هو معايا مفيش اي مشاكل، تطلع بره مفيش تقل في الجهاز. نخش بقى، بص بقى تخش بقى تحديثات الجهاز من جوجل بلاي وتشوف، لقيت تحديثات حدث، ما لقيتش خلاص يبقى هو كده الجهاز هيتحدث لوحده حتى لو انت ما عملتش تحديث اهو. كده احنا خلصنا من التحديث واليوتيوب، وكده احنا مشغلين فيديو من على اليوتيوب، خلي بالكو اهو. في حاجة تانية بقى تحت هنا، الفلاشة، كده الفلاشة الاصلية هتشتغل، الفلاشة الاصلية بتاعت العربية هتشتغل مع الجهاز. وادي الفيديو شغال اهو من على الفلاشة غير اليوتيوب، يعني الجهاز المحترم هو اللي بيشغل الفلاشة الاصلية بتاعت العربية. كده احنا بنشغل الميرور لينك على الايفون، عشان الناس بتقول ان الميرور لينك ما بيشغلش على الايفون، لا اهو قدام عينك اهو بتشغل انعكاس الشاشة من الموبايل، بتظهر لك الاول بتعمل هو تظبط، بتعمل اتصال بين الموبايل والشاشة وتظبط، بعد كده بتفتح انعكاس الشاشة بيشتغل معاك على طول واي فاي او بكابل، الاتنين معاك شغال. الكابل هيشتغل معاك اسرع لان طبعا السلكي غير الهوائي. وبعدين ما تنسوش ان الرامات 2 جيجا، لو رامات 4 جيجا هيشتغل معاك تمام، لكن الرامات 2 جيجا هيقطع معاك سنة صغيرة خالص، لكن بالكابل مش هيقطع نهائي اهو. احنا كده مشغلين الايفون ميرور لينك من غير اي مشاكل. اما بقى لو عايز حاجة تشغل ابل كار بلاي، اللي هي الايقونات تبقى على الشاشة، دي اجهزة بتبقى غالية شوية طبعا، بس موجودة بس غالية. الحاجة ممكن الشاشة تعملها ب 9000 جنيه مثلا، اللي بتشغل ابل كار بلاي دي بتبقى غالية شوية يا جماعة. ادينا مشغلين، لكن دي شاشة سعرها معقول مش غالية، واندرويد وبشغل ميرور لينك برضو، وكل الشاشات في الاخر كلها زي بعض. مع تحيات حمادة دي جي.